لما هنروح مثلا نشتري دبلتك، اي دبله فضه تعجبك يا بيه؟ اي دبله فضه؟ انا بلبس فضه. امال بتلبس ايه؟ دهب. بلبس دهب. اوكي اجيب لك دبله دهب. هو ثانيه واحده، هو العروسه اللي بتجيب للعريس الدبله؟ ايوه انا بجيب لك دبلتك وانت بتجيب لي دبلتي. لو عايز تجيبهم هما الاثنين مش لا هديه عشان لو عايز تنقي حاجه. لا ما انا اكيد هجيب لك هدايا من قبل برضو ما نتجوز، ولما هنتجوز في عيد ميلادك. بتحبي انت الهدايا كتير يا جيسيكا؟ طبعا. انا جيسيكا ده مش جاي معايا على فكره، معلش. بس الضحكه دي ضحكه جيسيكا.